السلام عليكم، بتكلم على السريع عن علاج البواسير الخارجية وليست الداخلية، وهذه الوصفة استخدمها 3 من أقاربي بوصية طبيب شعبي. فيه زيت خروع للاستعمال الخارجي، مش استعمال داخلي، استعمال خارجي. حطه في منديل قيمته 9 ريال و8 ريال، حطه في منديل عند النوم، ربص المنديل، حطه في المكان أكرمكم الله. لا تطلع إلا من بكرة الصباح 3 أيام، وبإذن الله راح تدعي لي. انشر هذا المقطع لعلك تكون سبب في شفاء مريض. السلام عليكم.